مشاو هما بجوج الفرقه ما بقاتش اسمو تفرقنا. غادر محمد باطمة الخشبة بصفة نهائية سنة 1971، لكن بحكم أنه كيحتاكم على خامة صوتية قوية وأيضاً توفر على رصيد لا بأس به من القصائد الزجلية، التحق بفرقة تقادة اللي تكونات سنة 1973. كنت بدأ بمجموعة ديال تقادة، كان معهم كان دخوش وحمد ودخوش عمر وسم محمد باطمة وواحد السيد راه توفى رحمه الله وواحد بشعيب عثمان اللي كان كيعزف الآلة. تقادة كانوا كيدربوا عندي في الدار، كان معهم السي محمد باطمة، كانوا كيكتبوا أول قطعة اللي يدربوا عندي في الدار، ومصور معهم السي محمد باطمة واحد الكاسيطة غناوا ليها واحد أغنية اسمه سافر الوحيد في الليل والكلاب نباحة بحال هكذا، لأن كان عندهم اتجاه تاهما بحال الغيوان بحال الجلالة بحال المشاب. السي محمد باطمة كان عنده واحد ماشي عيب، كان السي محمد باطمة كينعس بنهار، أنا كنت نسميه عازف الليل. السي محمد باطمة كيبقى عساس في الليل وكيكتب وكل شيء، هذا هو الطبع اللي كان السي محمد باطمة كان كيكتب في الليل. تقادة ضايقوا من السي محمد باطمة لأن ما كيجيش التمارين بنهار. بعد تكوين مجموعة تقادة غتظهر مجموعة أخرى كتحمل اسم المشاهب، هاد الأخيرة اللي أعجب بها محمد باطمة، فجاته الفرصة سنة 1975 للتعرف عن قرب بالمجموعة وأيضا يستمع لهم مباشرة. ولعبوا تقادة لعب معهم اسم محمد، طلع معهم اسم محمد، ولكن كنا جالسين، ولكن ملي طلعوا المشاهب كان فيهم الشريف المرحوم الشريف والأخت بيروك سعاد والإخوان أحمد والسي محمد مراكشيين، هادو هما المؤسسين ديال المشاهب. فملي سمع العزف ودوك الأصوات أقسم بالله إلا جالس على اليمين ديالي كنتذكر دابا ديك اسمي، قال لي هنا فين كاين، هنا فين كاين قال لي هنا فين كاين أنا. بعد ما مجموعة المشاهب انطلقت في 1972 درنا واحد السهرة في سينما روكسي، سينما السعادة في الحي المحمدي، يعني أي فنان دازن هذيك السينما السعادة هذيك هي الفيزا، إلا قبلك الجمهور ديال الحي المحمدي صافي غادي تكمل المسيرة ديالك الفنية. فهذيك السهرة ديال سينما السعادة كان حاضر فيها المرحوم السي محمد باطمة. بعد اللقاء في الحفل اللي كان في سينما السعادة غيكون لمحمد باطمة لقاء تاني بالمجموعة، بعد ما فكرت هاد الأخيرة إضفاء خامة صوتية قوية للمجموعة، وبعد ما قرروا أيضا التخلي عن بعض العناصر. سافرنا لفرنسا، الشريف الله يرحمه وسعيدة والباهيري محمد والباهيري أحمد، هادو الخوت اللي مع بنات الغيوان. سافرنا خدمنا مع هذيك الشركة، جوج شركات هما، فالشريف ما قنعوش الاصوات. ملي رجعنا للمغرب قال لي يا ودي راه الاصوات ديال الدراري ضعاف شويه، حيت هذيك الشركات بجوج قاولونا الا دازت الرحله الاولى لفرنسا مزيانه غادي نديروا اوروبا كلها. قال لي ودي بغيت شي صوت غليظ بحال ديال العربي، قلت ليه كاين، قال لي شكون، قلت لي خو العربي سي محمد باطمة، قال لي سير اعتقني به. مشيت كنجري جبت سي محمد باطمة، هذيك الساعه تصبنا حنا كرينا واحد النادي، درنا النادي ديالنا وداك الشيء، ولا سي محمد كيجي بقى كيدرب معنا، دربنا على شي قطاع جداد، سافرنا لاوروبا كلها. ملي جينا وقع واحد سوء تفاهم مع دوك الاخوين، واحد الوقيته كيتخلاو هذوك الباهريين، كيجي الشاديلي والسوسدي كانوا في شي جوله من برا كيدخلوا كيجيو كيديهم سي محمد الوقتي كيديروا شي كاستين قدام درعيه كيعجبوهم كتكمل المجموعه، بقى مجموعة كاملة فيها الاسمو كيمشيو دوك الباهريين، كيبقى الشريف والسي محمد باطمة والسوسدي والشاديلي وسعيدة. واحد المدة كيلتحق حمدي، كيلتحق حمدي جا من مراكش، جا التحق بالمجموعة. هنا الانطلاقة الحقيقية ديال مجموعة المشاهب اللي داع الصيد ديالها، داع الصيد ديالها بالصراحة. وباش هذيك الساعة في ديك الوقت تدخل بين الغيوان وجلالة خصك تكون
صحيح. بعد النجاح اللي عرفته مجموعة المشاهب، قامت بإصدار ثاني ألبوم لها كيحمل اسم أمانة، اللي كان محمد باطمة كاتب كلماتها وملحنها بالإضافة لأغاني أخرى. ومن بعد توالي الألبومات صبح رصيد المشاهب الغنائي غني بقصائد محمد باطمة اللي كان دائما كيستقيها من الحياة اللي كيعيشها سواء في البادية أو في الحي المحمدي، ومنها قصيدة البحر. حتى البحر تا هو كيف وصلني أنه مشى البحر فعلا، مشى البحر وجلس فوق واحد الصخرة وشاف دوك مشي المد والجزر غير موجة كتطلع وكتهود كتطلع وكتهود، ولكن في ديك الطلعة ديالها وفي الهودة ديالها كيبقاو شي أشياء اللي كيطلعوا الماء وكيهود. واحد النهار باركين في البحر ويقول لي والسامع واحد القطعة على البحر، قلت ليه لا، وفعلا قال لي وقرب، قربت عنده ويقول لي شتي هاد الحوايج اللي كيلوح البحر، غشا ديال شامبوان خاوي، قرعة ديال الزيت، عود التيقاب، يعني غطايا هذا. قال لي شتي هادشي؟ قلت ليه يعني ما قال لي شنو تقول عليه؟ قلت ليه ما يرجو شي حاجه مليوحه. ما قال لي كل حاجه هنا عندها قصه، كل حاجه مليوحه هنا عندها قصه، كما بغات تكون نوعها عندها قصه، و الا ما عندهاش قصه هذا هو دور الفنان انه يكون منها قطعه ابداعيه او شيء فني. يعني حمسني لهذه القطعه هذه، قلت لي اسم محمد ومني كيفاش كتبدا هذه الاغنيه هذه؟ قال لي كتبدا من هذا الشيء اللي كيتلاه، رجع البحر رجعاته، رمى شله حاجات ذكريات، يعني واحد القطعه كبيره، وطلبت منه يغنيها ليا. رجع البحر رجعاته، رفعت على الرمال شله حاجات ذكريات. بالموازاة مع الكتابة الزجلية، تعرف محمد باطمة بمهارته في التلحين اللي كانت ما كتعتمدش على مكان مقدس لتنفيذها. المثال على ذلك كيفية تلحين أغنية يا العاطي أعطيني من نعطي اللي تلحنات وهو كيسوق دراجة نارية. جايين من عند واحد السيد، صدنا عندنا واحد الغراض وهذا علاقة، المهم المسألة فيها الماديات، بحال مثلا مشينا باش نجيبو 5000 درهم وهذاك السيد عطانا 2000 درهم، يعني خيب رغم انه متفق وهذا خيب الظن. تمينا جايين اقسم لك يمينا الى واحد الكيلومتر ومحمد كيقلب على واحد النغمه بصوته، وملي بدا كيغني غنى قطعه تعاودت ملي ريح مضيفه بعض الكلمات وبعض البلايص في الالحان، وانما كان جاي وكيقول وصيق، وإذا أنت وراه وحاط ودنك على بين كتافه في ظهره أش غتسمع؟ جربها شي واحد ما عندوش كاع شي قوة صوتية ولا ما كيغنيش وشوف أش غتسمع. وحس بالله محمد يعني القرار، يعني القوة في الصوت، يعني كيغني في العالي ويغني في سميتو، يعني قوة صوتية سبحان الله العظيم. بقى كيقلب على اللقام ديالو ملي لقاها هو يقول عطيني من نعطي ويا العالق العطايا علي امشى وصحابي بقيت فرادي. ممنوع الكلام، ممنوع تهضر معاه بوحده، ها واقف ستوب، ها وكتسمع ديك النغمه ديالو بواحد الصوت منخفض. نجاح المشاهب اللي استمر تقريبا 10 سنوات غيعرف انتكاسة في منتصف الثمانينات بسبب بعض التوقفات وأيضا الخلافات، فقرر محمد باطمة مغادرة أرض الوطن لإيجاد عمل باش يعين الأسرة ديالو، فتوجه لهولندا بعد ما اقترح عليه أحد الأصدقاء. هولندا قال لي غادي تمشي معايا تما، وداك السيد كان في شي دار الشباب تما وداك الشيء معاه كانوا شباب فنانه، وهادي قال لي انت تكتب وكتلحن، تمشي تما تكتب وتلحن وتقدر زعما ما تبقاش هكا كتضيع وعندك الدراري. مشى السي محمد الله هولندا، بقيت انا هنايا في المغرب انا والدراري، ريتما صاحب الصديق ديالو يصاوب ليه الوراق، ديك الساعه كانت الوقت ساهل ماشي بحال دابا، ونلتحقوا به حنايا. دازت شي تقريبا شي شهرين، هو عيط ليا السي محمد